بسم الله
خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم، عطرنا بها أثيرنا وأجواءنا في العالم العربي والإسلامي. رتلها المقرئ الكبير الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد. وبعد، أيها الإخوة المسلمون والعرب، فقد احتفلنا جميعا بليلة القدر، الليلة التي أنزل فيها القرآن. نسأل الله تعالى في هذه الليلة المباركة، كما وحد هذا اللقاء بين أثيرنا، أن يوحدنا جميعا على الخير والمحبة، وأن يكون لقاؤنا الآخر في فلسطين وقد طهرناها من أرشاف الصهيونية. إنه هو السميع البصير. يحييكم أيها الإخوة في القاهرة ودمشق وبغداد والكويت وبيروت وأمدرمان وفي كل بقعة عربية. وإلى لقاء أعم وأشمل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم من المسجد الأقصى المبارك في بيت